فوز، هلا من شنو انت خايفة مني؟ لا، وليش أخاف منك؟ لو خايفة كان كلمت بدر. وبدر وينه؟ مشغول، بيخلص من الشغل وبي. ايه، وانتم مرتاحين مستانسين مع بعض؟ الحمد لله. منيرة بسألك، انت شنو تبين؟ ها؟ أقصد انت ليش جاية؟ شنو ليش جاية؟ رفيجة جاية تزور رفيجتها ولا خلاص تبين أقطع العلاقة؟ لا لا، بس يعني أول كنت تقولين إذا ريلي تزوج علي راح أموته وراح أنهيه من الدنيا، شو اللي غير الحال؟ حكي يعني كنت معصبة قلته وخلاص. الحين أنا ما أبي شي يفوز، أبي يطلقني الله يخليك، ترى أنا تعبت من هالحالة. والمؤخر؟ ما أبي شي، بتنازلة عن كل شي بس خلي يطلق. شوفي أنا راح أقول له وإن شاء الله برد لك خبر. هي زين عشان بالمرة يصير لك بروحك تفتكين مني، ترتاحين، تستانسون. ميرا والله ما ادري شنو اقول لك، لساني من ربط. لا تقولي لي ولا اقول لك، انا ما ابي تمر هالسنه الا واشوف عيالك هني تلعبين معاهم وانا بنفسي بجابلهم. ان شاء الله. تبين اجيب لك شيء تاكلينه؟ لا لا ما ابي شيء اكل. على فكره نسيت اقول لك، ذكرتيني، ترى الشقه انا طلعت منها، تقدرين الحين تبنين حد بدر تروحين تسكنين هناك. تردين بيت امك؟ والله ما ادري الحين، ما ادري فوز. أصلاً زواجي من بدر من البداية كان غلط، المفروض من أول يوم أتزوج أنا أطلق منه. لا حياتنا نفس الشيء، لا مخنا نفس الشيء، لا سوالفنا نفس الشيء، 24 ساعة هواش. إن شاء الله حادني أبي أفتك. ميرا يعني أنت كلش مو متضايقة؟ أنا متضايقة؟ أنت لو تدرين أمس وحاطة ذيك الأغنية، وجعل رجاجينا للماحي سوابنا أمراض نفسية. بس أبي أفتك، أبي أطلق، خليه يطلقني. ميرا انت تعبانة؟ لا تعبانة ولا شيء فوز. ركز الحين بموضوعي، خلي بدر يطلقني ولا تقولي لنا انا جيت هني. عاد انت وطريقتك الخاصة، تمام؟ ان شاء الله.